من حظ السوريات انه نضلوا عايشين لمرحلة 2011، نقلوا الحركة النسوية للومن ادفايزري بورد لا وجودنا نحن هلا، كان عندهم نضال باتفاقيات سداو قبل هلا، اشتغلوا بحقوق المرأة بحقوق الطفل. هيك لقاءات وهيك مؤتمرات كتير بتتيح الفرصة لنتعرف على بعض، نستفيد من تجارب بعض ونبحث مع بعض كنسويات ومنظمات داعمة لنا عن آليات وأدوات جديدة لنقدر كتير يعني نوصل لمستوى آخر، بحيث النساء تشارك بفعالية أكثر بالمسائل السياسية، توصل لمستويات صنع قرار، يعني توصل لمستويات عليا بصنع القرارات، لتتمكن المرأة بشكل حقيقي وفعلي تكون مساهمة جدية وحاملة مسؤولية ببناء سوريا المستقبل. هلا التحديات دائما هي كتير كتير كبيرة، وأكيد التحديات اللي قاعدة عم تواجه النساء السوريات بالثورة السورية كتير كبار. رح ركز على واحد منهم اللي هو التحدي اللي له علاقة بموضوع حرية الحركة والتنقل والاجتماع وحرية التعبير عن النفس. والنساء السوريات أثبتوا بقدرة كتير كبيرة الصمود على إيجاد دائما حلول بديلة واختراع مساحات للتجاوز على عقبات الوصول والمساحات وحريات التنقل والتجمع بيناتهم. أكيد هي التحديات كتير صعبة، بس في جهود كتير كبيرة عم ينبنى عليها، ونحن دائما بضل عنا الأمل إنه رح نضل عم نتابع وعم نمضي لقدام وعم نحقق أكتر وأكتر من الأهداف اللي كلياتنا بنطمح لها. أكيد المرأة السورية عانت كتير، للأسف المرأة السورية عمل بتحب هي بتحب تكون غير، بس لأني الظروف ما عمل بتساعد، ونحن لازم نكون نتكاتف ونكتر من تكاتفنا لنقدر نقدر ننهض بالمرأة السورية وبالوعي وبالأسرة كلها، لأن هي المرأة هي عماد البيت. نحن وقت اللي مندعم المرأة منحاول ندعمها، منحاول نحط الإضاءة نضيء على المشاكل اللي بتعاني منها، ونحاول نتجاوز هالصعوبات هاي اللي عمال بتتعرض لها بهالظروف هاي الصعبة. الثورة السورية قدمت للمرأة السورية ما قدمته لكل السوريين والسوريات، قدمت الشارع، قدمت القوة، قدمت الجرأة، قدمت التضامن والعطاء اللي كان ممتد على أنحاء كل القطر بين المتظاهرين والمتظاهرات، والتضامن لما كان المتظاهرين يكتبوا لافتات لبعض للمدن اللي تحت الحصار وهن بمدن أخرى. يعني هذا كان أكبر دليل على التضامن العابر للمناطق بسوريا، فهذا اللي منحته الثورة للشعب السوري، وبالتالي كمان منحته للمرأة السورية. الثورة كمان منحت للمرأة السورية صوت، لأنه أول مرة كمان الشعب السوري وبشكل عام المواطن السوري كان في عنده المساحة لأنه يقدر يحكي شيء، أنه يقدر يعبر عن شو هو بده، وأنه يقدر يرفض الظلم اللي واقع تحته والنظام يلي مكبل بالبلد من قرون. يعني هذا الشيء من عقود، يعني هذا الشيء ما صار من قبل. أنا بعتبر الحراك الثوري اليوم لإيران أهم حراك على الإطلاق، ويمكن عبر التاريخ، يمكن أنا مبالغة شوي في يعني متحمسة للموضوع، بعتبرها ثورة نسوية، والثورة النسوية ثورات جذرية بتقض أسس هاي المنظومات البطريركية الذكورية وبتقلعها من أساسها. ثورة كتير شجاعة، ثورة فيها يعني كتير مختلفة، بتأثر على كامل المنطقة. الإسلام السياسي اللي أساء كتير لواقع النساء، فهي بداية صفعة لكل الإسلام السياسي في المنطقة، واللي كانت إيران أو الثورة الإيرانية أو ما يسمى بالثورة الإيرانية 79 هي كانت الأساس فيها. فهي ردة كتير قوية وكبيرة، يعتبرها أهم ثورة على الإطلاق بالمنطقة، وهي لها تأثيرها وامتداداتها على كامل المناطق الأخرى، وبتمنى أنه هاي الثورة هي تشمل تركيا وسوريا وكل العالم. فأكيد التحديات اللي بتواجهها النساء الموجودات في عزاز اليوم تحت الحكم التركي مختلفة عن التحديات اللي بتواجهها النساء اللي موجودين اليوم بإدلب تحت حكومة الإنقاذ، ولا مختلفة عن التحديات اللي بتواجهها النساء الموجودة في المناطق الكردية. يعني في نظام بطريركي ذكوري أبوي موجود بقلب هيدا المجتمعات، هو نحن ما فينا نتغاضى عنه لما بنحكي عن التحديات اللي بتواجهها النساء.
بالحقيقة أكثر يعني بيظهر هذا الحكي لما بيكون أنت عندك سلطات أمر واقع مثل حكومة الإنقاذ جاي من تيار إسلامي متطرف عنده شكل محدد لكيف يجب أن تتصرف المرأة وكيف يجب أن تظهر المرأة وشو الفعل اللي ممكن تقوم فيه المرأة، شو المهن اللي ممكن تقوم فيها النساء. وهذا بيضغط على 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 صعيد حرية التنقل، على على صعيد العمل اللي ممكن تقوم فيه النساء بهذه المنطقة. يعني الثورة هي بالنهاية مساحة بالحقيقة، لأنه العالم تتحرك. بس هل يعني أنه الأفكار لم توجد قبل الثورة؟ إذا بنأخذ الثورة السورية على سبيل المثال، هل أفكار التحرر وحقوق النساء هي حصر على فئة معينة من العالم وما كانت موجودة قبل الثورة؟ أكيد لا، لكن في مساحة معينة للحراك وللفعل ضمن إطر مفاهيم حقوقية تضمن المساواة الكاملة بين النساء والرجال، صار لها مساحات أكثر في الثورة. تستمر الندوات في أفيينا التي تساعد على تحرير المرأة أكثر ووصولها إلى المعلومة الحقيقية التي تساهم بأن تشارك في المناخ السياسي السوري في سوريا المستقبل الذي أثرها به نظام الأسد. أحمد مراد من العاصمة النمساوية فيينا، النمسا ميديا.